شوف لا إله إلا الله. عزيز الله يرحمه مات عزيز على كل شيء، الله يولي برحمة الله، الله يصبر العائلة ديالو، الله يجعلهم يبقوا متحدين مع بعضياتهم ويبقوا محتفظين على الاسم ديال العزيز الفضيلي اللي خلى التأثير ديالنا التأثير ديالو عليه عندنا كصديق كإنسان كفنان. كان أنا كنعتبره فنان شامل وكامل، الله يرحمه ويوسع عليه في النار. السلام عليكم. يعني مجرد غير الفكرة ديال وفاة الحاج عزيز الفضيلي يعني كانت صدمة بالنسبة لنا، واحد الهرم اللي من الأهرامات المغربية الفنية وهذه، فهو صدمة كبيرة، وبالأخص أنه ما سمعنا عليه لا كان مريض لا والو، لا داك الموت البغتة كتجي شوية قاصح. شغا نقول لك، كان إنسان جميل جدا بأخلاقه، ماشي النوع داك اللي تيكذب ولا كينافق ولا، يعني إنسان صريح، يعني كي كتشوفه كما هو داك الشيء في قلبه اللي عنده في قلبه في دماغه كيبان لك في حياته العادية مع الناس، معنا حنا كفنانة مع عائلته، مع يعني الفضيلي واخا نقولوا فيه اللي قلنا ما نعطيوش حقه، تنعزيهم كلهم وكنقول لهم الله يصبركم الله يصبركم، كي حنان كي اخواتها الاخرين كي خوتهم، يعني الصدمه وحده، يعني شغنقول المضره وحده والجرح واحد، والله يصبرهم والله الله يجعل مثواه الجنه يا رب، الله يجعل مثواه الجنه، ومع عائله يعني طيبه الصراحه، قال عائله فنيه من الطرز الاول. في الحقيقه انا ما قادر نقول والو، لانها عزيز الفضيلي كان صديق حميم مدة ديال 40 سنة الفوق، وعزيز الفضيلي كإنسان إنسان خلوق، إنسان سموح، إنسان طيب، إنسان اللي واخا كيمسو شي حد بالسوء ولا يقلقو كيبتسم ليه في وجهه، هذا كإنسان. ثم ما عنده حساب إلا كان مع الأصدقاء ديالو ولا جالس في جلسة حميمية كيتناقشوا المسائل الفنية والإبداعية، وكينصح الشباب كينصحهم باش ياخذوا الميدان بواحد الجدية وبواحد المعقول. كفنان فنان عطاف بعدا في الأعمال ديال الطفل، هو الأستاذ ديال أعمال الطفل، كون واحد العدد من الشباب كون يعني عزيز الفضيلي فقدته الصحة الفنية. بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله وإنا إليه راجعون. في الحقيقة تلقينا الخبر بواحد بأسف شديد، لأن هذاك السيد عزيز الفضيلي ما دوزناش معاه واحد الفترة صغيرة، ولكن راه دوزنا معاه واحد الفترات كبيرة، واللي عرفنا فيه هو أنه متخلق، وبأنه أربى الأسرة ديالو، أعطى للفن، أعطاه أكثر مما يتطلب الفن، هو أننا أعطاه عادل الفضيلي، هو أستاذ مخرج، والاخت ديالو راه البنت ديالو راه ما كان نكروش ليها الاعمال ديالها اللي شاركت فيهم، وكان الحضور ديالها قوي بزاف. من جهه قلت ان عزيز الفضيلي في الوقت اللي سمعت الخبر ديال الوفاه ديالو، لقيت الابن ديالو كاتب مون بير ني با مور، وهذه اثارت الاعجاب ديالي، تنقول كيفاش الناس تيقولوا بلي راه هو مات ومازال. اتصلت بعادل الساعه التليفون ديالو لقيتو شويه، عيطت على شي واحد وقال لي ودي راه هذا النمره ديال التليفون راه مبدلها، ودابا نصيفط لك النيميرو ديال التليفون ديالو. وفي الاخر ملي شديت النيميرو ديال التليفون ديالو عزيته، انا لله وانا الى راجعون، على قول الله كبار، وانا لله وانا اليه راجعون. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.